بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جميع الطاقم اللي كتسهر على هذا الموضوع ديال ابن ديالي هو فارس الرئيس اللي تعرض لنقص الشعر بالنسبه للاستاذه في مدرسه سيدي السعيدي. فارس الرئيس الاب ديالو عبد الحيد الرئيس غادي يتكلم بخصوص القضيه لحد الساعه، يعني هذه غادي ان شاء الله غادي تكمل الشهر، باقي ما توصلنا حتى شي معلومه، لان ما الناس هادو بالنسبه للنيابه راسلناهم بواحد الارسال يعني قانوني، ومازال لحد الساعه هي دابا شهر الموضوع كانه تشد. يعني كنسقسيو ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى اللي كيقولنا شي حاجه بالنسبه للمساله. راه دخلناها للمحكمه توجهت انا للسلطه القضائيه، ولكن اللي حد الساعه باقي ما توصلت لا من ناحيه ديال القضاء ولا من ناحيه ديال النيابه. يعني العائل الاستاذه كتمارس الدراسه ديالها بشكل طبيعي، وانا الموضوع ديالي كانه تشد، يعني العائل بحال اللي ما جرالو حتى شي حاجه. دابا كنحاولوا كنسقسيو بعض المسؤولين وداكشي، حتى واحد ما عطانا شي نتيجه لهاد الساعه. مشيت انا النيابة العامة سقسيت على الموضوع، يعني قال لك باقي كيبتو فيه الاستاذ، دازتنا المجلس التأديبي ولكن باقي كيبتو في الموضوع. هو في الحقيقة يعني بالنسبة للاستاذة كاين شي ضغوطات نقول لك شحال هادي علاقات باش ندخل العيل يقرا، فهمتي؟ دخلت العيل، انا ما نمثلوش غادي يضيع في الدراسة ديالو، ولكن اكتشفت مؤخرا انني داك الدخل اللي دخلت العائل يعني بحال يلعبوا عليها، انني يعني صافي انتزلت على الموضوع. بالنسبه للطلبه ديالنا هي من نهار فاش بدينا في الموضوع اننا كان الموضوع يعني هنايا كنقولوا الطلبه ديالنا هي رد الاعتبار معنوي للعائل، لو كان خصنا الفلوس كل نهار الاولين ما غادي نطلبوش رد الاعتبار معنوي، غادي نطلبوا رد الاعتبار مادي. وبالنسبه للطلب ديال الاستاذه هو واحد الاعتذار رسمي، حنا متشبتين في الموضوع ديالنا، وحنا من ناحيه الماده حنا ما كنطلبوش الماده، حنا ما كنبيعوش نشرو، حنا عندنا الشرف ديال ولدنا اكثر من كلشي. وهي لما على حسب المعلومات اللي وصلتني مؤخرا ان الزوج ديالها منعها انها تعمل الاعتذار الرسمي. وهو في الحقيقه العيل يعني انا عالجتو بالطريقه ديالي، يعني حاولت معاه وضغطت عليه باش يدخل الدراسه، يعني ما يمكنلوش يدير في الدراسة ديالو. وبالنسبة للوضعية ديالو يعني كينوض ليه في الليل مثلا العايل مرعوف وداكشي، ولكني ما يمكنليش أنني نوقف العايل باش نوقفو على الدراسة ولا. والرسالة اللي كنوجه أنني يعني الأستاذة يعني دارت واحد الغلط، وهي يعني لحد الساعة ما بغاتش تعترف بالخطأ ديالها، ما بغاتش تعترف بالخطا ديالها، وكنطلب زعما من كاع المسؤولين انه يبتوا في الموضوع. والاستاذ كوميم هنا ما طلبناش منها شي حاجه، يعني طلبنا اعتذار رسمي، ما طلبينش شي حاجه ولا شي تعويض ولا شي ماده ولا شي حاجه. خصنا كوميم هي يعني مصره انها ما تعملش هذا الاعتذار. دخلت انا للمحكمه وكنطلب ان المسؤولين كاع يبتوا في الموضوع باش تاخذ العقاب ديالها اللي كيناسب، باش تكون عبره لجميع الاطراف اللي كيخرجوا على المسطره القانوني. السبب الرئيسي اللي جعلني ندعي الاستاذه في المحكمه ان هي كتعترض انها تعمل الاعتذار الرسمي. الطلب ديالي هو هذا، لان ما اهم شيء هو الاعتذار، يعني دارت واحد الفلطه خصها تعتذر الاستاذه ضروري.